استؤنفت بداية من الفاتح جانفي الرحلات البرية لنقل المسافرين بين الولايات وسط الالتزام بالبروتوكول الصحي لتفادي انتشار فيروس كورونا. عينتنا من ولاية خنشلة. المحطة البرية خنشلة راهي مفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس. عند الدخول المسافرين يجدون جميع اللوازم من المعقم، جهاز قياس الحرارة. قرار الاستئناف بعث بالارتياح وسط المواطنين من جهة وسائقي وسائل النقل من جهة أخرى، وذلك بعد انقطاع دام عدة أشهر. رانا 10 أشهر وإحنا حابسين وحبسنا، واليوم الحمد لله طلقونا نخدمه، نعلموا المواطنين باللي رانا رجعنا نخدمه، رجعنا للخدمة، رجعنا للميدان. الحمد لله عانينا شوية لمدة كبيرة، كنا نجيو هنا باش نسافروا باتنا ولا قسمطينا ولا نلقاو باللي كاين غير لي كلونديستان، السومة زايدة ضرنا ما نكذبوش عليكم. ودركا الحمد لله كاين هنا في المحطة قايمين بها. التدابير الوقائية بمختلف محطات النقل البرية جاءت بهدف حماية صحة المواطنين، غير أن الإبقاء على هذا القرار يتوقف على احترام المسافرين للإجراءات التنظيمية.